لو امك لسها عايشه ما ماتتش كانت جاتني وسالتني كيفيتها هناك. اصل منصور جوزي دايما يحلف انه عمره ما داق وكل في حلاوه وكل. اه والله ده حتى هو اللي طلب الطاجن، قال لي نعومتي اعملي لي طاجن رز معمر، وحشني الطاجن من يدك يا مرتي يا حبيبتي. الريحه دي ريحه حاجه بتتحرق. بشوف الوكل ياما، ما اتجاه الوكل. الوكل العب العب كش ملك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي يا مراري. واه بتفكر فيها يا زكريا، ما تلعب. بقول لك ايه، هو انا ينفع اكل خمس دول بالاربعه اللي معايا وبقى لك واحد؟ لا ما ينفعش. وين ما ينفعش روح؟ انت اللي حرقتيه صح؟ هو ده طاجن الرز اللي ملوش زي مرت ابوي؟